دي السنة الرابعة اللي بيبقى معانا فيها كايرو فاشن فيستيفال مع كايرو فيستيفال سيتي مول. احنا كل سنة بنعمله مرتين، السنة دي لسه أول مرة في 2017، بس الإيفنت حلو جدا، كل الديزاينرز حلوين جدا، متنظم حلو قوي، كل حاجه فيه حلوه بصراحه يعني. طيب كلمينا عن الناس المشاركين النهارده في الايفنت، سواء كانوا المشاهير او الديزاينرز. كايرو فيستيفال سيتي مول من السيزون اللي فات جبنا بنجيب كل مره حد انترناشونال ديزاينر جديد. المره دي احنا معانا هما حناوي، هي الديزاينر بتاعه الملكه رانيا، ومعانا نورين فرح كمان، دول الانترناشونال ديزاينرز. معانا لوكال ديزاينرز كتير من مصر، حد فيهم المفروض ان هو هيكسب اسمها ايه، هديه يعني اوورد، لا اتس نوت ان اوورد، هم بيتعمل لهم زي كومبيتيشن، مسابقه، واللي بتنجح في المسابقه هي اللي بتروح بتاخد كورس في لندن كوليدج اوف فاشن في لندن، وده بيبقى دي يعني من هديه من كايرو فيستيفال سيتي مول، نوع من دعم للشباب. انتوا بتدعموا كده للشباب بالظبط، ده جزء من الاستراتيجيه بتاعتنا ان احنا عايزين ندعم الشباب الجديد في كذا حاجه، منها طبعا الفاشن. فاحنا شفنا ان دي يعني فرصه كويسه ان احنا نقدر نساعد باي حاجه يعني. الحقيقه المجموعه بتاعتي تتكون من 11 فستان سواري وفستان برايد عروسه. اوكي طيب كلمينا التفاصيل، اعتمدتي ايه اكتر حاجه، الالوان؟ الحقيقه اعتمدت في الالوان كلها على الورد، انا الكولكشن بتاعي اسمه ليتون دي فلير، يعني اوان الورد، فكله مستوحى من الورد والوان الورد والفراشات وكل حاجه مستوحيه من الطبيعه اللي ربنا خلقها لنا نستمتع بيها. البراند بتاعتي اسمها لو كونتور، هي لو كونتور هي كلمه فرنش اصلا يعني ذا ستوري تيلر. ذا ستوري تيلر اللي هو انا لما فكرت اعمل البراند فكرت ان انا بحب اعمل كولكشن كله على بعضه، وبفكر في البنت اللي هتلبس الفستان، انا فكرت ان انا اعمل لها لايك ا ميني ستوري، حاجه كده يعني صغيره ليها، لو حاجه بتجت انسبايرد بيها من شخصيتها، من الكاركتر بتاعها، من الالوان اللي هي تحبها and so on. النهارده في الكولكشن بتاعي كنت انسبايرد باي نيتشر، يعني I've always loved nature. كلمنا النهارده عن مشاركتك في كايرو فاشن فيستيفال. كايرو فاشن فيستيفال مش اول مشاركه ليا فيه، انا يعني اصدقائي بيبقى هم قائمين عليه، الديزاينرز اغلبهم اصدقاء ليا. انا وزوجتي لينا علاقه بعالم الفاشن، ليها علاقه بشغلنا بره موضوع الموسيقى والتمثيل، فهي النهارده بتعرض وحبيت برضو كالعاده اكون موجود معاها وتو سبورت ماي فريندز، ويعني دي يمكن تالت مره اشترك معاهم في كايرو فاشن فيستيفال. بصي انا بحب كايرو فاشن فيستيفال جدا، ويعني وكل اديشن دايما عاده يعني باجي وبحضر، لان الديزاينرز اللوكال ديزاينرز الديزاينرز المصريين حقيقي بيبدعوا كل من سيزون لسيزون، حاجاتهم عماله بتبقى احلى بكتير، والفاشن فيستيفال كمان في تطور دايما مستمر، فدايما ببقى مبسوطة وببقى عايزة أبقى موجودة هنا.